جوع بنتي ليه يا دكتور؟ أنا لا والله يا أنكل، دي حاجة كانت عاملة لنا وليمة النهاردة على الفطار وما شفتش منها أي حاجة. كمل كمل. خلاص بقى. أصل بابي بيتريق عليا يعني عشان باكل كتير شوية. بيتريق عليكي ليه؟ بيتريق على ابنك اللي في بطنها، شكله رعايتها مفجوع. أصل أنا بابي باكل من أول ما بصحى لحد ما بنام. ما أنتِ حبيبتي عاملة زي مامتك، هي أما كانت حامل فيكي أنتِ وأخوكي كان ناقص تاكل عفش البيت. أهو شوف. ميرسي يا أنكل. انت جايه بقى تجيبي حظك جوزك ولا ليا؟ قومي بقى من هنا. ايه ده ايه ده؟ لا انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا هقوم عشان محدش يتلكك بيا. خليكي قاعده. ورينا. كنت مش عارف اعمل ايه. بقيت حاسس ان ماما لسه مضايقه مني. ما كلمتنيش من ساعتها غير هي مره واحده بس عشان تسال على سيد كمان. يا محمود يا حبيبي، ما انت عارف ان امك دماغها ناشفه وعناديه. تفضل انت وراها من ناحيه وابوك من ناحيه. دماغها هتلين، ما هي دليله برضه بنتها في الاخر. في موضوع دليله ده بالذات انا بقيت اشك. اجيب لك تشرب ايه؟ ربنا يخليك يا سويد، انا لسه شايب شاي من شويه. على فكره خالته قالت لي مبروك. الله يبارك فيك. ام ليلى فين؟ ليلى جايه مع ناديه في الطريق. عقبالكم بقى، عايزين نفرح بيكم. انا حبيتها. جد؟
بجد. بس اكيد مش زي ما انت بتحبها طبعا. لا بس انا خدت بالي هي بتحبك كمان. هي جت على السيرة اهي. ايه ده؟ ده عماد جاي معاهم. يلا قوموا بينا نكمل كلامنا بعدين. اهلا اهلا. ازيك يا ست البنات؟ حبيبي. عامله ايه؟ اهلا. سهير ازيك؟ اهلا. ازيك يا سهير؟ ازيك؟ الحمد لله. عماد. ناديه. ازيك يا محمود؟ اتاخرتوا كده ليه؟ ما انت عارف ناديه على ما رضيت تصحى. والهانم كمان كانت مكسله تسوق وحكمت عليا اعدي عليها واجيبها وانا جاي. ليلى مراكب سهير؟ على ايه؟ سهير حامل. بجد؟ مبروك يا سهير. مبروك. الله يبارك فيكي. عقبالك. عقبالك ايه؟ انت مجنونه؟ نادي عمرها ما تعمل كده في نفسها عشان السينما ولبس المايوهات. والله. طيب بدل بقى ما انت دمك خفيف كده ابقى اشوف لك دور عندنا في فيلم ولا حاجه. طبعا اذنكم. تعالي عايزك. بعد اذنك. مبروك. مبروك يا دكتور. هو راح فين؟ اهو ليه؟ مش ده اللي زي الملايكه لابس ابيض خالص؟ تعالى يا عادل. تعالى من هنا. تعالى من هنا. يلا بسرعة. ازيك عامل ايه؟ صباح الخير. صباح النور. عامل ايه يا عادل؟ الحمد لله كويس. ازيك يا لسه؟ بجد يا محمود؟ والله العظيم. قال لي من اول الشهر الجديد هنتقل هنا للقسم الهندسي في اسكندريه، وخلاص يومين ثلاثه بالكثير وهصفي كل شغلي في المخزن. انا مش مصدقه نفسي. انا كده خلاص ما عنديش اي حاجه ثانيه. انا على الاسبوع الجاي هاجي اقعد في شقه اسكندريه على طول. طبعا باشمهندس وسيم وحيوه كده زي اخاف عليه من فتنه يقعد لوحده. الباشمهندس المحترم لازم عشان يخش حياته الجديده تبقى معاه حرم المصون. سياده الافوكاتو المحترمه. مش كده ولا ايه؟ بصي انا على الاسبوع الجاي هجمع كل قوتي واروح اقابل حاجة سامي وهو ده هاني بذات نفسها واقول له اهم خبر ليا في حياتي ان انا عايز اتجوز البني ادم اللي عايزه تفضل قاعده جنبي لحد ما اموت. بصي انا جبت لك هديه بسيطه كده يا رب تعجبك. الله يبارك فيك. يلا بقى عقبالك. ميرسي. ان شاء الله. ما تساليها عملت ايه اكتر من اللي احنا بنعمله عشان هي تحمل وانت لا. اساليها عادي. هو ناديه وليلى ومحمود راحوا فين؟ متهيالي راحوا يتمشوا شويه على البلاج. تحبي نروح لهم؟ ممكن نروح مع سهير؟ طبعا يا حبيبتي. خدي معاك سلوى. يلا سلوى. لا انا هفضل قاعده مع بابا. تقعدي معايا فين؟ احنا هنتكلم في الشغل. هتتكلمي معانا في الشغل؟ يلا يا سلوى. روحي مع دليل. يلا يا سلوى. يلا يلا. طب انا هقوم بقى ادخل جوه خليهم يجهزوا للشغل. اتفضلي روح معاهم يا عادل. يعني حضرتك مش عاوزني؟ احنا اجازه النهارده. يعني اروح؟ روح معاهم يا عادل. حاضر. سكرتيرك ده تحفة. هو شاب مجتهد وكويس قوي. بيفكرني بنفسي لما كنت صغير. ممكن بقى تقولي لي امتى هتتجوزوا؟ يلا عايزه افرح بيكم. قريب وقريب قوي كمان. على فكره يا دليل احنا قررنا ان احنا نعمل الفرح عندكم في البلد. الله. بقول لك ايه؟ ما تيجي نجوزك عماد. عماد؟ عماد ده اخر واحد في الليسته ينفع اتجوزه. هو انت عمرك يعني ما حسيتي اي حاجه ناحيه عماد؟ ولا عماد ولا غيره. يا بنتي انا مش زيكم، ما اعرفش كده احس زيكم. هو فعلا ما هو الاحساس ده ربنا مش بيديه لاي حد. هو اتمشى. مشكلة
لازم تقولي لها عقبالك. النبي دي مين اللي يتجوزها كده وهي عامله زي البومه؟ استاذ عادل، ليه ما تروحش تتمشى مع سلوى؟ مش من الممكن يعني تكون عايزه تنفرد بنفسها ولا حاجه؟ تنفرد؟ تنفرد ايه؟ قوم تنفرد بيها. وهو كذلك. وهو كذلك؟ انت لسانك ده ايه؟ دليله، مش خايفه جوزك يزعقلك عشان خليتيه يتمشى معاها؟ لا يا اختي، ما انا كده برضه بنفذ اوامره. اوامر ايه؟ سيبك من موضوع يحيى ده بقى. طمنيني عليك انت، امتى هتنقي واحد من اللسه الطويله العريضه وتتجوزي بقى وتريحينا؟ قولي لها يا بنتي، قولي لها عشان انا زهقت من الكلام معاها في الموضوع ده. يا جماعه، انا مش بحس بالحاجات اللي انتوا بتحسوا بيها دي. هو انتوا ما بتفهموش ولا ايه؟ احنا يا ستي ما بنفهمش، وكمان طلعنا ما بنحسش. طب فهمينا انت بقى. ماشي، يعني انا مثلا لو قابلت حد مش هحس ان انا قلبي بيدق، وان انا مش شايفه غيره، وان انا مش قادره استغنى عنه. فاهمه؟ بحس كده ان انا عايزه اضيفه على الليسته بس مش اكتر. يبقى عمرك ما حبيتي يا ندى؟ يمكن، ويمكن عمري ما هحبه. بس انا اهو كده بقى، هعمل لكم ايه؟ أنسة سلوى، تحبي اتمشى معاكي اونسك؟ ولا حابه تتمشي لوحدك؟ شكرا. هات واحده كمان. ميرسي قوي. يا نهار اسود، مروان علوي هنا. فين؟ ايوه صح، ده هو. انهي واحد؟ ما تبهلقلوش كده. طب بقول لك ايه؟ ما تروحي تكلمي. اكلم مين انت اتجننتي؟ يحيى بيتقل عنه وما يتقهوش. بصراحه هو عنده حق يغير منه. بصراحه هو امور. سلام. انا هروح ليحيى. حسك وعينكوا تجيبوا سيره ان احنا شفناه فاهمين؟ ماشي. ها يا جماعه. مين هيجي معايا ينزل معايا؟ انا هغير وانزل معاك. لا يا محمود معلش، استنى شويه. لا استنى ليه؟ معلش. استاذ مروان. ازيك يا دليله؟ ازيك؟ قصدي يا مدام دليله. ده محمود اخويا، فاكره؟ طبعا افتكرت. ازي الصح؟ الحمد لله بخير. ازيك انت؟ ازي الصح؟ اهلا، ازي حضرتك؟ هاي، ازيك؟ هاي. بص، احنا اصلا مش هنعطلك يعني. اكيد لا ابدا، انت مش معطليني خالص على فكره. احنا سبع اخوات، ثلاثه اكبر مني وثلاثه اصغر مني، وانا الوسطاني. علي وعاطف وعواطف دول الكبار، وعبله وعليا وعصمه دول الصغيرين. عصمه ده بقى السفروت، ده يعني نورت العيله. لو تلاحظي ان كل واحد في عيلتنا بيبدا بحرف العين. اكيد طبعا، العرض لسه قائم. بجد؟ انت عندك شك في انك موهبه تستحق انها تتشجع؟ وعلى فكره انا قلت نفس الكلام ده للاستاذ سمير جوز حضرتك. قصدك يحيى؟ بالظبط كده. وقلت له اني هحاول اعمل اللي اقدر اعمله. بس هو قال لي وقتها ان في ملحن عايز يتبنى صوتك او حاجه زي كده. ايوه. لا ما خلاص. خلاص يعني؟ يعني هو سمع صوتي وقال انه يشبه اصوات كتير. ممكن اعرف مين اللي قال كده؟ استاذ بليغ حمدي. استاذ بليغ قال ان صوتك فيه شبهه كتير؟ على فكره هو سمع التسجيل اللي احنا سجلناه لما جينا لك انا ويحيى. فعلا؟ للاسف هو ده اللي حصل. بعد ما سمع صوت دليله قال كده. بس انا كنت شايف ان احنا لازم ندق كل الابواب، صح ولا ايه؟ اكيد طبعا، وانا تحت امركم في اي حاجه على فكره. استاذ مروان، يحيى كان خد منك رقم تليفونك مش كده؟ لا، ما خدش نمرتي ولا حاجه. ازاي؟ بس ممكن حضرتك تكون ناسي. لا انا مش ناسي، انا فاكر كويس. ما اديتلوش الرقم. طيب عامه احنا ممكن ناخده احتياطي يعني. طيب ممكن تقول رقمك؟ انا بحفظ الارقام. ولازمتها ايه اللفه دي يا سعيد؟ يعني هنا اروق بعيد عن الناس، وعين الرجاله اللي عايزين ياكلوكي. حق يا سيد، ده انا ما بسلمش من المعاكسات في مشاوير السوق دي. لا بعد كده لما تحبي تعدي عتبه البيت قولي بس يا سيد، هتلاقيني بقول لك شبيكي لبيكي. اكتر حاجه بحبها فيه خفه دمك. لا لسه ما تعرفيني، هتلاقي حاجات كتير قوي تتحب. ما يشكر في نفسه لابليس يا جدع. اعوذ بالله من ابليس وسوره ابليس، ده انا ملاكك الحارس يا مولات. اعوذ بالله، انا كمان يا اخويا انا مش مولات حد، انا بنت غلبانه وعايزه اعيش. انت غلبانه؟ انت وانت لو غلبانه تعطيني الطاولة اللي انا طولتها دي، انا شفتك. الله الله، ايه يا سيد، انت سكران من امبارح ولا ايه؟ مش بقول لك بتطول لما اشوفك، بس الخمر الواحد يعرف يفوق منها، لكن تأثيرك انت الواحد ما يعرفش يفوق منه ولا عايز.
وفر كلامك المزوق ده يا سيد يا قطه، علشان انا سمعت منه كتير. انا عالمه بنت عالمه. وانا كلامي مش مزوق ولا قطه، انا سيد الالفي، راجل من ظهري راجل، وابن بيت زي امك ما قالت لك، وقبلت اشتغل معاكوا الشغلانه دي عشان احميكي واحطك جوه عينيا. سيبي نفسك انت بس كان على عيني. انا مفتوم على اني ما سيبش نفسي لا ليك ولا اللي اتخمنك. طب اعمل ايه عشان اطمنك؟ اديك بتقول اهو اعمل مش اقول. انا بقى نميسه وبفهم قوي، عشان اكتر حاجه بتفهمها الرقاصه هي الرجاله وعمال الرجاله. على فكرة انت كده بتحرقها مش بتشويها. بقول لك انا مش عايز اماره، مش عاجبك شوي روح كل حاجه تانية. هات اني ما بشربش من ورا حد. دوقي بقى ايه شوي اللي انت عماله تقولي ان انا حرقته. كل يلا بلاش مياصه. مياصه انت عايز تحرق لي بقي؟ أنا بصراحة شايف إنها فرصة هايلة. طبعًا، دي فرصة يتمناها أي حد. لا دي مش أي فرصة، دي أكبر مستشفى في كاليفورنيا. أنا متأكد إن الفرصة كويسة وكل حاجة. بس فكرة السفر بعيد قوي دي والعيادة بتاعت والدي اللي بقت معتمد عليها بشكل أساسي دلوقتي، خلت الموضوع صعب شوية. إذا كان أبوك قايل لي إنه عايزك تسافر. طب لو قلت لحضرتك إن سهير هي اللي مش حابة تسافر. هي قالت لك كده؟ أيوه. وبصراحة بقى هو ده السبب الرئيسي اللي مخليني كل شوية أجل فكرة إني أقبل العرض. مفيش حاجة اسمها كده، هي هتسافر ورجلها فوق رقبتها. لا يا أنكل، ما أنا عمري ما هجبرها أكيد تعمل حاجة غصب عنها. بالعكس دي لازم تكون حابة السفر وأكتر مني كمان. فمش هستحمل كمان أبقى شايل هم إن هي تكون مش مبسوطة. جت أهي، تعالي بقى. أنت مش عايز تسافري مع جوزك ليه؟ لا، أنت اللي عايزني أسافر ومش عايز تشوفني تاني. لا طبعًا، ما أنا هقعد أتنطط لك كل شوية. بس أنا بقى عايزكم تفكروا في المستقبل واللي جاي ده. والمستقبل هناك في تخصص جوزك يا سوير. طبعا احنا عندنا واحد قريبنا كان شغال شغلانه اي كلام في شركه قطاع هام هنا في اسكندريه، جاله عقد عمل في السعوديه. اتفرجوا على حاله دلوقتي، اتبدل، اشترى شقه على البحر في كامب شيزار، واشترى عربيه اخر موديل، وبقى زي الفل. شفت بقى يا دكتور السفريه عملت ايه؟ برافو يا عادل، برافو برافو. جيب شقه في كامب شيزار. الراجل جاب شقه في كامب شيزار. هو انت منين مش عايزه جوزك يعرف ان احنا قابلنا مروان؟ ومنين لو يا جوزك كده؟ ما هو كده هيحس ان في حاجه مش طبيعيه يا دليل. هو طبعا في حاجه مش طبيعيه. يحيى قال لي ان هو خد رقم مروان، ومروان بيقول ان هو ما ادالهوش الرقم وما رضيش ياخده منه. يبقى كده في واحد منهم كداب. ايا كان بقى، بس انا مش موافق ان احنا ما نقولش ليحيى ان احنا قابلنا مروان واتكلمنا معاه. احنا كنا بنتكلم معاه بخصوص حلمك اللي انت بتسعيله من زمان والمفروض هو بيساعدك فيه. ثانيا هو عارف احنا بنحارب قد ايه عشان نعمل الموضوع دوت، وعارف ان عمرك ما هتستغني عنه. طب لو سمحت وطي صوتك. اوطي صوتي ايه وزفت ايه واحنا بنسرق؟ محمود استنى بس بقى. استاذ يحيى، ممكن بس اتكلم معاك في الموضوع بعد اذنك؟ اه طبعا، اتفضل يا محمود. لا ممكن نتكلم على جنب؟ جميل، عن اذنكم. عن اذنكم. تعالى يا محمود، تعالى. يلا يا جماعه الاكل جاهز، اتفضلوا. اتفضل. مروان علوي. ايوه مروان علوي اللي ضحكت عليا وقلت لي انك خدت رقم وانت ما خدتهوش اصلا. انت كلمتي مروان علوي؟ لا مش هي اللي كلمت معاه، انا اللي اتكلمت معاه، وانا خدتها من ايديها ورحت له، وهي في الاول ما كانتش عايزه تتكلم معاه اصلا. انت غصبتها يعني؟ لا اكيد ما غصبتهاش، بس انا شايف ان دي فرصه كويسه جدا. مروان مؤمن بموهبتها وهو كمان يقدر يساعدها. استنى بس يا محمود، انا عايز افهم. انت كنت عارف ان انا مش عايزها تكلم الراجل ده، ورغم كده خدتها ورحتوني؟ أنا أصلا مش فاهم أنت ليه مش عايزة تتكلم معايا. مش مهم تفهم، ومش عايزك تفهم، المهم إن أنت كنت عارف إن أنا مش عايز مراتي يحصل بينها وبين البني آدم ده أي احتكاك. يبقى ما كانش من حقك يا باشمهندس إنك تتصرف التصرف اللي أنت عملته ده. بس أنا مصر أفهم. ولا مصر ما فاهمكش. أنت لسه عند وعدك إن أنت تساعد دليلة؟ ولا أنت خلاص صرفت نظر على الموضوع دوت؟ يعني ايه صرف نظر عن الموضوع ده؟ انا لا في الغنى ولا في الزفت ده دلوقتي. انا في واحد منعت مراتي انها تتكلم معاه، اما اخوها الراجل المحترم المهذب اللي ما بتطمنش عليها غير معاه كسر كلامي وخدها من ايدها وراح له.
انت فاهم انت عملت ايه يا بني ادم؟ واخد بالك ان انت بتزعق لي. ايوه بزعق لك. ومسيطر على نفسي دلوقتي حالا اني اخليها تقطع علاقتها بيك انت كمان. انت غلطت يا دليلة. دي تاني غلطة يا دليلة. ودي غلطة كبيرة قوي. غلطة كبيرة قوي يا محمود. انا مش هتكلم معاك وانت بالاسلوب دوت. بس صدقني لسه كلامنا ما خلص. ماشي؟ عن اذنكم. استنى يا اخي. محمود. تعالي، تعالي هنا. مالك يا محمود؟ أنا عمري ما شفتك عامل كده. عشان عمري ما حسيت بالعجز زي النهاردة. مش عارف أتصرف ولا أعمل إيه. عمري ما حسيت إني عاجز قوي كده وأنا بدافع عن دليل. حتى قدامها بكل جبروتها. عمري ما شفت نزلة الخوف دي في عيون دليل. في عز ما كانت بتحدى ماما وتعاندها. عمري ما شفتها خايفة قوي كده. أسلوبها وطريقته خضوني. كان عامل زي المجنون. حسيت إنه ممكن يعمل في أختي أي حاجة في أي لحظة غضب. هيعمل فيها إيه يعني؟ يا سايبة؟ مش عارف. بس بجد أنا بقيت خايف على دليل. كفاية يا محمود. ما تقلقنيش عليها أنا كمان. تقلق من إيه؟ أنتوا مجانين؟ يا متجوزة دراكولا؟ واحد راجل وغارة على مراته. وبعبع بكلمتين يعني بتحصل. هو عمره ما كان كده ولا عمره كان ده اسلوبه. انا لما جوزت دليلة ليحيى كنت فاهم انه هيبقى سند ليها، هيخاف عليها مش يخوفها. بس هي نفسها يا محمود بتقول ان هو لطيف جدا معاها وطيب وبيحبها وبيخاف عليها. بس غضبه بركان صح. امال لو حصلت مشكله بجد ولا هي غلطت بجد ممكن يعمل فيها ايه بقى ساعتها؟ هيلاقوا طريقه يوصلوا بيها لحد. وبعدين انت نفسك قلت ان انت لسه ما خلصتش كلامك معايا. روح للمكتب واتكلم معايا وفهمه ان طريقته معاها دي مرفوضه غلط. عليكي من الهوا يا دليلة. وبتجنن لو حسيت ان في حد قرب منك. حتى اخويا؟ انا ما بتكلمش على اخوكي. امال بتتكلم عن مين؟ انت مش شفتش نفسك عملت معاه ايه؟ لان فعلا ما ببقاش شايف نفسي ساعتها. بس انا هكلم محمود. هكلمه واعتذر له. بجد؟ هو انت فاهمه ان انا مبسوط علشان ما قدرتش اسيطر على اعصابي قدام محمود. محمود ده عزيز عليا قوي. كفايه ان هو السبب في ان انت النهارده هنا في بيتي وبتاعتي. بس هو النهارده غلط. لا ما غلطش. لا غلط يا دليله غلط. ما قصدش انه يغلط يا يحيى. هو ما يعرفش اي حاجه عن اللي حصل بيني وبينك وبين مروان يوم جوزنا. بس انت عارفه. بص يا حبيبي، أنا وأخويا مش عايزين حاجة من مروان علوي ده، بس غير إنه يساعدنا. أنا وعدتك إن أنا اللي هساعدك، صح؟ وما حصلش حاجة من ساعتها. لا حصل يا دليلة. حصل. حصل موضوع سلوى. وحصل إني رقدت. وحصل إني عندي شغلي. وحصل إن الدنيا كلها متكربسة فوق دماغي. عايزاني وسط ده كله أخدك من إيدك وألف بيكي على المزيكاتية والآلاتية وأقول لهم اتفضلوا اسمعوا معجزة السماء. طيب معلش. معلش إيه؟ ممكن تفهمني ليه قلت لي إن أنت خدت رقم مروان وأنت ما خدتوش؟ وليه سيرة البني آدم ده كل ما بتيجي بتعمل فيك كده؟ عشان هو شخص غير محترم. وسمعته زي الزفت. وهو معروف انه ما بيبينش اهتمام ويدي وعود ويعمل البحر طحينه لاي صوت جديد الا لو عايز منها حاجه. من ايام حفله انطونيادس وانت واقفه بتغني على المسرح. انا سمعت ناس من منظمي الحفله كانوا بيقولوا ان مروان علوي ده لو هيكسب بنت هيكسبها لانها عاجباه وعينه منها. وانا بقى راجل وبفهم.
فاكره لما رحنا له الاذاعه؟ حتى في يوم فرحنا وهو شايفك في دراعي كان بيبص لك بصات في منتهى القذاره. انا عمري ما حسيت ناحيته بكده. عشان انت ساذجه ومحترمه، انما انا ايه اللي هيخليني ارفض عرض مساعده من راجل زي ده؟ قوليلي. انا ساعدت لبليغ حمدي وانا معرفوش عن طريق واحد زميلي، وطلبت من رئيس الاذاعه اننا نروح ونسجل الاغنيه، وانا ما بحبش اطلب خدمات من حد وانت عارف كده كويس. لو اللي اسمه مروان ده حد محترم وهينفذ كلمه واحده بس من الوعود الوهميه اللي قالها لك كان هيريحني، وهيشيل عني مجهود التفكير في الباب اللي هتدخلي منه صح. بس ده عمره ما هيحصل، لان اللي اسمه مروان ده بني ادم وضيع. فهمتي؟ طيب وانت لسه عند وعدك ليا؟ طبعا يا دليلة طبعا، بس انا ما بحبش الكلام وخلاص. اول ما يكون في خطوه ايجابيه بجد هتلاقيني واخدك من ايدك واقول لك اتفضلي عشان تطلعي اول سلمه في سلم المجد. اتفضلي. وما تعيطيش تاني قدامي بقى، انا ما بستحملش اشوف دموعك. دموعي دي انت بتبقى السبب فيها. انا عمري ما حبيت حد قد ما حبيتك يا دليل. وانا عمري ما حبيت حد غيرك. انا نايم. نايم كام سايب؟ 29. انا 30. حظك نار انت النهارده يا معلم. النهارده بس؟ ده انا بقالي 3 ايام. ده بوزع يا معلم. يوزع ايه تاني يا قطه؟ عايزين نسكت وننام بقى. حاضر يا معلمه. روحي انت وانا هلعب دور كده معلم وسك واديك مفتاح البيت. النهار بيشقشق. مش هعوق يا ست الكل. اتوزع يا معلم كرم. ما تعلق يا معلم قطه. اسم سيد. ما تشملتش ليه قلت الكلام ده للست اللي قالت لك يا قطه؟ انا حر بقبلها منها ومش قابلها منك. وزع بقى. علق بقى. هاي هعمل ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. الحمد لله. برضه مش ناوي تروح لدكتور؟ لا انا رجعت اواظب على الدواء تاني. يومين كده هقيس الضغط، لو لقيته لسه عالي هبقى اروح للدكتور ان شاء الله. ان شاء الله. انا قلت لزينب تطلع لك كركديه. شربته. بس على فكره انك تقيس الضغط ده لوحده مش كفايه، لازم كمان تحاليل يا سالم. حاضر هبقى احلل. والمرتة بقى والجبنه القديمه والحاجات اللي انت بتاكلها دي لازم تبطلها، الحاجات دي بترفع الضغط على فكره. يا انا بطلتهم تقريبا. هو انت حاسس بايه بالظبط؟ حاسس ان انا مش موزون وجسمي بينح عليا. في اي حاجه اقدر اعملها لك؟ لا متشكر. انا قلت لهم يعملوا لك فراخ مسلوقه وشوربه خضار. شكرا. وقلت لهم ما يحطوش ملح في الاكل خالص، بس انت بقى ما تزودوش. لا مش هزود. طيب لو عوزت حاجه انا في الاوضه اللي جنبك هنا. شكرا. وهسيب الباب مفتوح عشان لو ندهت عليا اسمعك. ماله يا زينب؟ ايه اللي حصل له؟ هو بقاله كام يوم كده دبلان ورايح راس في راس، ده من السرير للحمام ومن الحمام للسرير، ونفسه مش رايحه على الاكل خالص. ده الست هدى بتفضل تتحايل عليه عشان ياكل زي العيل الصغير. وهي اللي قالت لك تيجي تقولي لنا؟ امال انا جيت من نفسي يعني يا ست هانم؟ هي اللي قايله لي وبتقول لك يا عم جلال لو عايز تيجي تزوره اتفضل. هو تعبان قوي كده؟ والنبي ما عارفه ومش عايز حتى يشوف حكيم، وانا مش فاهمه ليه. طب يا بنتي اتفضلي انت وانا هروح له كمان شويه. ماشي يا حاج، فوتكم بعافيه. الله يعافيكي.
انت لما شفته اخر مره كان تعبان؟ لا مش تعبان قوي، ده خدني ورحنا بيت علي الزناتي اجرناه له اللي ريح الجمعيه الزراعيه، وكان ناوي ينقل فيه تاني يوم. ليه ما قلتليش؟ مش احنا اتفقنا لا اجيب لك سيرته ولا اجيب له سيرتك؟ مش كده احسن لكم انتوا الاثنين ولا ايه؟ يلا اتكل على الله، لو ركبت القطر دلوقتي هتلحقي معادك اللي معمودين الجنينه. يلا اتفضلي بقى. انا مش هتحرك من هنا قبل ما اطمن عليه، احنا مش هنضحك على بعض. والله يا ماما غصب عني حاولت اكلمكم بس الخطوط هنا بتجمع بصعوبه جدا، لما صدقت النمره جمعت. طيب المهم بس انت صحتك عامله ايه؟ وطمنيني عليكي وعلى محمود وعلى بابا. ماله الف سلام عليه؟ طب شفت دكتور؟ طيب انا هبقى اتصل اطمن عليه تاني. طيب سلام دلوقتي عشان عندي شغل. مو اوصي جوتون بكو اوفا. هي اجنبيه دي يا ابو السيد؟ خليك في حالك يا معلم خميس، خلي زكريا يعمل لنا تلاقه. الله يبارك لك، اتفضل يا معلم كرم. مواجه بس زي البرطمه اللي انت بالبرطمه دي. كنت لاقينك انا يا سيدي معلمني. يبقى عندك اخبار حلوه، طمني. الحلو رق. لا ما انا ما كنتش جاي لك بخصوص الموضوع ده يعني. يبقى هتدفع فلوس القمار اللي عليك. منين يا سيدي المعلمين؟ على يدك. كل يوم خساره انا احمل اللي قبلها. لا ما هو منين؟ ده مش شغلتي. من عرق النسوان اللي بتقبضه لك اشجان، من لحمك الحي، من الهوا. المهم الفلوس ترجع. هترجع. هترجع وفوقها الفوايد كمان. وده منين بقى؟ الشغل. البيزنس يا كرم المينا وكبرها. بيزنس؟ هم العالم البحاره والخواليات اللي بيرسوا عندك في المينا دول. مش فيهم ناس حلوه كده بيحبوا اللعب والفرفشه؟ اكيد. خلاص تحولهم لي على كبري اشجان ونقلبوا سياح. وليك عموله على كل رؤوس. هي فكره حلوه. مش عشان العموله السكه اللي انت هتدهاني طبعا. بس هترفع سهمنا عند الحلوين. هتنولنا الرضا السامي. يعني اتفقنا يا معلم. ازيك يا ريس جلال؟ الحمد لله يا ست هدى، تسلمي. ده عصير جزر يا سالم، من فضلك اشربه كله. حاضر. ايه اخبار المزرعه يا ريس جلال؟ الحمد لله، كله ماشي كويس. الحمد لله. عن اذنكم. اتفضلي. ألف سلامة عليك يا راجل يا عجوز. أنا مش عيان يا جلال، أنا تعبان. تحدي حيلي وغلب حماري. ما قدرش أنفذ القرار اللي خدته عشان أنقل بيت جديد وأعيش حياتي اللي أنا عايزها. من غير شر جد حاجة ولا حاجة؟ وده حطتني قدام المراية. واجهتني بحقيقة اللي بهرب منها طول عمري. ما استحملتش. استخبيت تحت اللحاف وبقيت عامل زي العيل الصغير اللي هربان من المواجهة. هتفضل مستخبي كده كتير؟ زي ما انت شايف. هدى ما بقاش في حاجه شاغلها غير راحتي وصحتي. فكر في اي حاجه تريحني وتعملها، لدرجه انها شيعت لك اهو عشان تيجي تزورني. تبقى ست اصيله تستاهل كل خير، وعندها العيب والله. ودي صوره المحضر اللي عامله نعيم السكري اليسري بيه قوت. انت عرفت تجيبه؟ برافو عليك. ما خلاص يا فندم، الموظف الجديد بقى بتاعنا. هو اي نعم بيغالي شويه في طلباته، بس انا بفصله جامد. هايل يا عادل، هايل هايل هايل، برافو عليك. طب اقعد كده، اقعد. خير يا فندم؟ في حاجه؟ اقعد يا عادل، اقعد. انت عارف طبعا ان انا بعتبرك زي اخويا الصغير. ده شرف كبير ليا يا فندم. بص بقى، أنا لاحظت في الكام مرة اللي بنتي سلوى خرجت معانا فيهم وأنت كنت موجود، لاحظت يعني من أسلوبك معاها إن أنت معجب بيها. أنا؟ لا يا فندم خالص والله. خالص إيه؟ مش عاجبك سلوى؟ لا مش القصد يعني، أنا أقصد إن أنا عمري يعني ما بصيت لأنسة سلوى أي نظرة غير لائقة. هو أنت تقدر تبص لها بصة غير لائقة؟ ده أنا كنت نفيتك.
قول لي بقى ايه رايك في سلوى بشكل عام؟ رايي في ايه بس؟ الانسه سلوى فوق مستوى الشبهات. فوق مستوى الشبهات؟ اقصد يعني انها قمه في الادب والاخلاق والذوق. دي كفايه تربيه سعادتك. شكرا يا عادل، شكرا. الحقيقه ان سلوى بنتي تقدم لها اكتر من شاب ومن عائلات كبيره جدا في البلد، بس زي ما انت عارف دي بنتي الوحيده. طبعا يا فندم، ضدنا غالي. المهم لاحظت كمان ان سلوى مستلطفاك زي ما انت مستلطفها بالظبط، ولاني متاكد ان عمرك ما هتجيلك الجرأة او تيجي تطلبها مني، فانا ببلغك دلوقتي اني موافق اجوزها لك. مبروك يا عادل، مبروك. يا واد يا قطة، الإيرادات زادت الطاقة 4. اه، والترابيزة بقت الطاقة 6. اه، بس احنا كده بقينا تحت ناب كرم المين أكتر وأكتر. أنت كده حولته من زبون لمورد يا دكر. هو ليه عندنا إيه؟ أمانته هياخدها وفوقيها بوسة. لا، بوسة لا، عشان هي دي اللي عينه عليها، البوسة مش العمولة. ده نقطع دبره قبل ما يحلم بيها. هو بيحلم غير بيها؟ سيد، انت ما جربتش ناب كرم المينا لما يزرقه قبل كده؟ جاب لنا بوليس الاداب مره، والضرايب مره، وشمع علينا المحل مره، ولولا امي وصايه حبايبها ما كانش يبقى لنا عيش في اسكندريه كلها غير لما ينوم مراده. وهو ده بقى اللي عمره ما هيحصل ابدا. زمان حاجه ودلوقتي حاجه، الكلام ده قبل ما يقف لكم راجل. النبي تتوكس. انا بتكلم جد يا معلمه. كرم مش هيتلجم ويتخرس ويلم يديله من رجليه إلا ما وصلت على ذمة راجل، يبقى مسؤولة منه وشايلة اسمه، خصوصا لو الراجل ده محترم ومعاه لغة وابن بيت. مفروض عليه لا انا قادره اني من